تسويقها بأسواق الوطن هي 8200 طن. الأسعار كانت من 6-6.5 40 ليرة سوري، 7 وما فوق 50 ليرة سوري. وفي هذا اليوم كان هو اليوم الأخير لتسويق التفاح بدمشق، آخر شاحنة عبرت قبل قليل، وإن شاء الله نأمل من الله أن تكون هذه آخر سنوات الذي يعبر التفاح عن طريق هذا المعبر، أملين أن يكون التحرير قريب، وإن شاء الله في السنوات القادمة بيتم تسويق التفاح بدون معابر بعد تحرير الجولان إن شاء الله بهمة سيادة الرئيس طال الله عمره. وشكرا لكل من ساعد على هذا الموضوع وإنجاحه، وبالأخص مدراء برادات في الجولان ولجانهم الذي كان لهم الدور الأكبر والأفضل في إنجاح تصنيف المحصول وتسويقه. نحن هون بجولان العربي السوري المحتل، المعروف لدى الجميع أن معظم سكان جولان يعتمدون بمعيشتهم على الزراعة، والمصدر الأساسي للزراعة هو منتوج التفاح والكرز. بالسنوات الأخيرة مع تدني الأسعار اللي حصل بالأسواق الإسرائيلية هون للتفاح، وراح كاد يصل بالمزارعين إلى إهمال الأرض وترك هذه الشجرة. جاءنا دعم سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد بتسويق تفاحنا في باقي محافظات القطر، دعم معنوي ومادي واقتصادي، مما أضع دعم المزارعين بالاستمرار للمحافظة على هذه الشجرة المثمرة، وبالتالي دعم المزارع اقتصاديا ودعمه بالتواصل مع القطر. نشكر كل من سعى وفعل هذا الموضوع بالجانبين بالجولان وبالمحافظة القنيطري، وعلى رأسهم سيادة المحافظ الدكتور رياض حجاب.